بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام أخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. بإذن الله تعالى بنتكلم عن سؤال بيتسأل كل يوم، يعني لدرجة إن إن أنا مليت منه. يعني هي البيوت المحمية مربحة ولا مش مربحة؟ هل فيها هامش ربح ولا ما فيهاش؟ في الحقيقة أنا مش هجاوب على السؤال ده هوت، بس هتركك أنت تجاوب عليه بعد ما خلص الكلام بتاعي وتشوف أنت فين من الكلام ده هوت. الكلام ده هوت خبرة كبيرة الحمد لله، وبنقله لك بكل أمانة وبكل شفافية بدون أي تحريف للواقع اللي منعيشه في البيوت المحمية. أولا يا جماعة، البيوت المحمية دي مشروع زيه زي أي مشروع إن كان بيتعمل. أي مشروع بيتعمل بيبقى ليه مقومات نجاح. إذا توفرت مقومات النجاح دهيا فلابد أن يحصل فيه نجاح ويحصل فيه هامش ربح. إذا ما توفرتش مقومات النجاح دهيا أو في شيء أثرنا فيه فلابد أن نلاقي فيه طبعا سلبيات في الشغل بتاعنا، وهنلاقي فيه مشاكل كتيرة. والمشكلة في البيوت المحمية إن هي بتبقى مشكلة لحظية، بمعنى وأنا بعني الكلمة مشكلة لحظية. يعني ممكن تجي لك مشكلة في البيت المحمي كعفن جذور، يجي لك مشكلة كفطر، يجي لك مشكلة كعناكب. مشاكل بتاعتها ما بتحتملش يا جماعة التأخير، لابد فوري تحل المشكلة بتاعتك، علشان النهاردة النبات اللي زي ده هو مكلفني. يعني النبات اللي زي ده هو مكلفني. اذا فالزهرة ده هي لو سقطت عندي مشكلة، الزهرة دي لو سقطت عندي مشكلة، انا عايز الزهرة، النبات جاب لي الزهرة، الزهرة دي انا هتجيب لي الثمرة. اذا ففي مشكلة حصلت، رش غلط، درجة الحرارة ارتفعت، المراوح اللي عندك دي وقفت، حصلت لي اي مشكلة فبالتالي هتنعكس بالسلب عليا وهتعمل لي مشكلة كتيرة، وده اللي احنا بنحكي فيه. طيب جماعة، المقومات النجاح في البيوت المحمية كتيرة بصراحة. في مقومات البنية الأساسية انك انت باني البيت بتاعك صح، تمام، البنية الأساسية في البيوت، بحيث انك انت البيت بتاعك يكون مبني صح، سواء في دولة درجة الحرارة بتاعتها عالية، سواء في دولة درجة الحرارة بتاعتها معتدلة. طيب البناية الصح بتبقى ايه؟ اشوف انا واقف فين. يعني انا ما جيش مثلا في بلد زي دول الخليج مثلا درجة الحرارة عالية فيها واعمل بيوت بلاستيكية، طب ما هي البيوت البلاستيكية دي مش هتشتغل لي الا في الشتاء، والشتاء عنده بيبقى وقته قصير. اذا فلابد افكر وابدأ اشوف الحل ايه. الحل ايه؟ ان انا عندي خلية مائية زي اللي حضرتك شايفها دهيا. الخلايا المائية اللي انت شايفها دهيا دي مشكلتها ان هي بتحلل المشكلة ان انا بقدر ازرع في الصيف. طب انا لو زرعت في الصيف في دول الخليج يعني ايه؟ يعني معناها ان انا بطلع منتج في درجة حرارة 50 برة. اذا فبتاع الاراضي المكشوفة مش أو بتاع البيوت البلاستيكية العادية مش هينافسني في السوق. إذا فالسوق هيبقى ملكي والأسعار هتبقى كويسة، تمام. إذا فحتى لو كان في وارد من الدولة بتستورد اللي أنا مقيم فيها المشروع دهوت، الدولة دي برة في الخارج يعني، إذا فحتى المنتج بتاعها عشان يجيني طبعا هيبقى غالي، وبالتالي برضو مش هيقدر ينافسني، تمام. دي اول حاجة. يبقى انا اشوف انا هبني النوع البيوت المحمية اللي انا هبنيها فين. هل الدولة دي معتدلة في الجو بتاعها، البلاستيك يكفي زي دولة زي مصر كده والشبك في الصيف يكفي، ولا ما ينفعش لازم احط خلايا مائية واعمل الوضع الكويس ده هو. يبقى رقم واحد اشوف انا نوعية البيت اللي انا احطه، ونوعية البيت بتختلف باختلاف ايه يا جماعة؟ زي ما قلنا باختلاف الدولة او المناخ الدولة اللي انا هقيم فيها المشروع، تمام. دي اول حاجة. رقم اتنين يا جماعة، رقم اتنين التربة اللي انا هقيم عليها المشروع، تمام. هل التربة اللي عندي ده هي قد تكون تربة ملحية، تمام، افكر فيها. هل التربة الملحية هينفع فيها؟ انا بيت مكلفه زي ده هو نص مليون ريال مثلا، هل ممكن احط او اقيم المشروع ده هو على ارض ملحية؟ لا طبعا، لازم اعمل تحليل. طيب
لو او اقيمه على ارض صخريه لا، يبقى انا هشيل خالص صخر زي ما احنا عملنا هنا كده، وهنبدا نردم على الاقل متر او متر ونص تربه احنا بنستنضفها من بره، بتكون مش من اراضي يا مصريين، الاخوه المصريين اللي بيجيبوا من الاراضي القديمه يحطوا في الاراضي الجديده، مش من اراضي قديمه موبوءه بالحشائش والنماتوده وعفان الجذور، لا، يا اما الارض بتاعتك تكون سليمه خاليه من الكلام ده هوت، يا اما لو نقلت تربه تنقل تربه سليمه من ارض جبليه لسه ما حدش نزلها، لسه يعني ما حدش نزلها برجليه، تمام، تاخد منها وتبقى كويسه ان شاء الله. هنا احنا عملنا كده، شلنا لان عندنا صخور، الصخور بتاعتنا كانت في مشاكل، فجبنا الجاك هامر وابتدى يعني يشيل الصخور اللي من عين دي كده، تمام، الصخور دي اتشالت وقمنا حاطين مكانها التربه الحلوه اللي انتم شايفينها دهيت، على الاقل بتتردى متر، وبنبدا نشتغل بالماده العضويه، تمام. يبقى دي تاني حاجه التربه. تالت حاجه يا جماعه الميه، عندك الميه، هل الميه سليمه ولا مش سليمه؟ ما تقوليش ده واحد قال لي ده انا بزرع على 300 على 3000 وعلى 4000، الكلام ده كله كلام فاضي. اذا كنت عايز تزرع في محصول، عايز تجيب محصول محترم وتزرع زراعه تتشرف بيها في اي زائر يجي لك او اي حد، يبقى لازم الميه عندك تكون لا تزيد، انا في رايي الشخصي لا تزيد عن 700 بي بي ام، فوق ال 700 احنا هتحصل لنا مشاكل يا جماعه، من الاخر خالص، 1 ملي موز 1.5 ملي موز نهار ما تكتر خالص يعني، تمام. انا في نظر الشخص 700 750، ما نزيدش عن كده. هلاقي مليون واحد يقول لك ده انا بزرع على 1000، ازرع اللي انت عايز تزرعه اللي انت عايز تعمله، بس انا واثق ان انتاجك تعبان وبتخسر كتير في الاضافات اللي بنضيفها عشان الملوحه والكلام ده كله، فيعني ما نفتيش كتير ونهون القبر للي داخله، هو في الاخر قبر يعني، ما يعني هتلاقي فيه عملك اللي انت عملته، ماشي، ما تقولش بقى ده القبر ده لا يا حبيبي، ما فيش الكلام ده كله، فانت ما تفتيش وتقول لي لو النبي ده انا بزرع على، زي واحد بيقول لي انا بزرع على 4000، طب ورينا يا عم، الاخر جاب لي شجره والله صورها لي، ولعله بيسمعني دلوقتي، صورها لي وقال لي هيت بس هذه ما من ده ديت بس زرعها في حديقة المنزل. طب انت لما قلت 4000 انت ضللت الناس كده، ما تقولش 4000، قول والله انا زرع على اللي في المنزل كده، عندي حاجة كده على القد كده يعني، مش بقى انك مشروع مكلفه ملايين والاخر تقول لي ما عرفتش ايه. فديت المية يا جماعة، انا قاسي في الكلام بتاعي، ولكن والله يعني انا السنة اللي فاتت في مشاريع في مصر كانت إخوة كانوا شغالين في الخليج وتحوشت العمر، راحوا طبعا حطوها في مشاريع زي دي في أراضي طينية، وللأسف الشديد اتدمرت الدنيا وبقت مش كويسة معاهم، والله أنا كنت بحزن، والله بحزن لما أشوف البياض قاضي على بيت كامل. فديا يا جماعة ناخد بالنا بس من القصص زي، أشوف أنا فين، الأرض بتاعتي عاملة إيه، المية بتاعتي عاملة إيه، تمام. واتكلمت أنا على التربة الرملية، التربة الطينية قبل كده، وقلت دي مقومات النجاح من حيث البنية الأساسية، انت هتبني البيت فين وهتبني البيت ازاي ونوع البيت هيكون ايه، ده لازم تحددهم وتعرف الرقم 2 المية بتاعتك شكلها ايه قبل ما تفكر، قبل ما تفكر المية بتاعتك شكلها ايه والأرض بتاعتك شكلها ايه. لو قدرت تعمل الحاجات دي يا جماعة اعرف انك انت بنسبة 70% ناجح، بنسبة 70% ناجح. طيب 30% التانيين بيبقوا ايه؟ بيبقوا امكانيات حضرتك انت في لا قدر الله اول زرع ما وفقتش فيه نتيجة اسعار، نتيجة الفنيات ما كانتش مظبوطة، لسه ما خدتش على الجو وعلى المكان، الدنيا دي كلتها. طيب ايه اللي ممكن سقط يبقى اقدر اقوم، يبقى عندي مقدرة مادية ان انا لو سقطت مرة اقدر اقوم، تمام، مش اول ما اسقط مرة اتكعبل ما اقدرش اقوم تاني وكل اللي حلت صرفته، لا لازم تكون مغطي، دي حاجة. حاجة غير كده يا جماعة البيوت المحمية ما تتعملش خالص، وجهة نظر الشخصية برضه، وجهة نظر اي واحد في حضراتكم تحترم، بيوت المحمية لا يمكن تتعمل بفلوس، يعني نقول ان انا عملت البيت وخلاص، ما اعرفش اقولها ازاي دي، انا بكلمك فلاحي خالص، يعني ان انا عملت البيت وخلاص وبعد كده
في مستلزمات انتاج زي المبيدات زي الاسمده زي التقاول بذور زي الايدي العامله. ما اقولش ان انا عملت البيوت وخلاص، لا، انت لو عندك تقدر تنشئ 10 بيوت، لا خليهم 7 وخلي بقيه 8 الثلاث بيوت اللي باقيين في جيبك، بحيث انك لو وقعت تقدر تقوم، بحيث انك انت تتحكم في مستلزمات الانتاج، تتحكم في مستلزمات الانتاج، اقولها ثاني، تتحكم في مستلزمات الانتاج، اللي هي عندك مبيداتك وعندك اسمدتك وعندك عمالك، دول كلك متوفرين. ما اروحش اجيب اجل من شركة تحت السلم تديني مبيد عندي بياض النهاردة، طب عايز بايفيدان مبيد قوي، عايز روبيجان مبيد قوي، عايز لا اروح ما لاقيش غير، والله ما فيش غير اكسكلور نحاس، طب يا عم والله ده هو 100 100 بس خد وحط، اروح احط هو يومين التلات ايام البيض الذهبي في الشتاء مع الخيار مثلا، تلات ايام، تلات ايام يروح فين؟ الى حيث ذهب الاخرون، هيروح منك البيت كله، تمام. ما فيش حاجه بقى اسمها وقف ديا، وقف ال 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 تبريد عندي ونشف الرطوبة اللي عندي والكلام ده كلته، ما فيش الكلام ده خلاص، لازم تتدخل بمبيد قوي يقدر. طب انت ما معكش، اذا فبتاع شركة تحت السلم هيفرض عليك الحاجات الصناعة اللي تحت السلم. عشان كده بقول لك وقلتها لك 3 مرات، لابد انك انت يكون مستلزمات الانتاج في جيبك وفي ايدك، وبتقدر تتحكم في اللي انت بتشتري منه، مش هو اللي يتحكم فيك نتيجة انك بتدفع اجل. اخواتنا المصريين هم المقصودين بالحتة دي، تمام، علشان لو الدنيا مش كويسة عندك والله ما تلومش الا نفسك، تمام. دي يبقى قلنا البنية الاساسية المية بتاعتك والتربة بتاعتك، وبعد كده مستلزمات الانتاج، بعد كده يا جماعة العمليات الفنية. العمليات الفنية، العمليات الفنية، شوف، اولا صاحب المشروع لابد اذا ما كانش في حد يعني بروفيشنال لابد بيتدخل، او على الاقل عينيه شايفه، ماشي، على الاقل عينيه شايفه، تمام، او هتدير انت بنفسك. بس بالله عليك، بالله عليك، ربنا يعني قسم الارزاق، ماشي، خلك انت دكتور، خلاني انا مهندس زراعه، خلى التاني مهندس مباني، خلى التالت سباك، ويمكن الشيخ الشعراوي رحمه الله بيضرب لك مثل يقول لك يبقى دكتور ولا بروفيسور في اعلى جامعه وروح بسيارته مخصوص، مخصوص يركب سيارته السباك علشان يجي يعمل له المشكله عنده في الحمام، هتدمر الدنيا وهتدمر الشقه ومش عارف يقعد من الريحه والكلام ده كلته. يبقى كلنا بنخدم، يبقى احنا بتختار حضرتك مهندس محترم، ما فيش مشكلة خالص ان هو يكون معاه مهندس صغير يساعده، معاه واحد او اتنين مشرف حسب اتساع المشروع، بحيث انك انت شغال شغلانة منظمة، بحيث المهندس ده لو غاب او حصل اي ظروف المشروع ما يسقطش مرة واحدة منك. اذا فالفنيات لابد تكون كويسة جدا. الحاجة اللي بعد كده انك انت الجودة بتاعت المحصول بتاعك، جودة بتاعت المحصول يا جماعة دي مهمة جدا. جودة المحصول هتجيني من ايه؟ هتجيني من الجودة بتاعت الـ النبات نفسه. لو النبات نفسه صحي وممتاز وما فيهوش اي نقص عناصر، ما فيهوش امراض، ما فيهوش اي حاجة، غصب عني هطلع انتاج كويس. لو طلعت انتاج كويس حتى السوق نفسه لو مش كويس، لو السوق مش كويس اكيد هبقى مميز في الـ الـ الانتاج بتاعي، تمام، بحيث الكواليتي عندي، الجودة عندي تكون كويسة ممتازة جدا، والجودة حتى قلت لو رخيص، لو رخيص اكيد الدنيا هتبقى معاك كويسة جدا، وبرضو هيميز المحصول بتاعك، هيميز المحصول بتاعك مقارنة بالمحاصيل الاخرى الموجودة في السوق. بعد كده الابتكار والتفنن بما يتناسب مع أذواق المستهلكين. يعني ساعات تشوف كده واحد حاطط لك الطماطم في كرتون، واحد حاطط لك 4 حبايات طماطم كده، تمام، واحد حاطط لك في حاجة في اللين كده ومغطيها. التعبئة يا جماعة
اللي تتناسب مع أذواق المستهلكين، وإن الإنسان نفسه ما يكونش تقليدي. يعني أنا عندي مول مثلا كويس، أقفز على المول ده هون أشوف هو طالب إيه والجودة بتاعته كويسة ولا لا، ما فيش أي مشكل خالص إن أنا أبيع في السوق العادي وأقدر المول ده هون أخصص له ولو 50 طبق مثلا، كل طبق متعبي كلوات سواء خيار سواء طماطم سواء فاصوليا سواء فلفل بمنظر كويس. هنا عندي فلفل مثلا 3-4 ألوان، ممكن أحط من كل لون قرن وأحط 4 قرون فلفل مثلا ألوان وأعبيهم وأبدأ. يعني أسواق مستهلكين بقى، كل واحد أكيد المفروض يبتكر ويشوف الحاجة اللي ممكن يعني تميز الإنتاج بتاعه أو تظهره في أفضل شكل ليه. ده تقدر بعد ما قلنا الكلام ده هو نقول يعني البيوت المحمية ممكن تكون مربحة ولا مش ممكن تكون مربحة. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.